صح. وين هذا الصدق مع الله اليوم؟ معظم المسلمين يتأففون من إسلامهم، صح ولا لا؟ معظم المسلمين اليوم يحلمون بما يسمى العلمانية، المادة الثالثة بالدستور اللي فيها بندين، دين رئيس الدولة الإسلام والفقه الإسلامي مظهر التشريع. يا ما حدا بيعرف شو صار، يا ما ناس هاجوا وماجوا وراحوا اشتكوا وقالوا ما بدنا وبدنا، نحن دولة علمانية، نحن ما بدنا الإسلام. لكن ربي عز وجل ثبته الرجل الرئيس، قال له هذا خط أحمر ما حدا بيقدر يقرب عليه، ولهلأ لهم أمل إنه هالمادة الثالثة تلتغى. واضح كيف؟ بيناموا بيقولوا على ويفيقون على أمل الحداثة والحداثة وما إلى ذلك. يعني بعبارة مختصرة، نعم، ريالتهم عم تشط على الوضع الذي عند المجتمعات الغربية، لازم نكون مثلهم، لازم نصير مثلهم، الحرية والوا وا وا إلى آخره، صح؟ شيخ الحقائق كان صوتك ملهماً.